بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه الشريف، فهو الكلام الملهم، كلام الحق والهدى والعدل والقسطاس، هو كلام العلم وهو علم الكلام، فصاحة وتبيانا وبلاغة وإعجازا، قوة وحجة ورقة وعذوبة، مع القول الفصل البليغ السهل، مع اللسان الطاهر النقي والنطق الباهر النقي، مع الكلمة العربية قرآنا وسنة. فكم للعربية من شرف وللعرب من فخر. يقول صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. رواه الطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا حميد بن مسعرة البصري، حدثنا حميد بن الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه، أي لم يكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالسرعة التي لا تفهم، والتي يصل بعضه ببعض بغير تأن وروية، وإنما كان كلامه مرتبا مفصولا، مفصولا بعضه عن بعض في عباراته الشريفة مع الفصاحة والبيان والحكمة، بحيث يفهم سامعه كل الفهم ويصل كلامه إلى القلب والعقل. وفي الحديث الصحيح تروي السيدة عائشة رضي الله عنها: كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، فلا كلام يماثل كلامه في الرونق والحسن والبهجة والجمال. ومن ثم كان يأخذ بمجامع القلوب حيث لا هوى ولا علة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فألف الله به القلوب وجمع به الأرواح. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثة لتعقل عنه. وهذا علم جديد يعلمنا إياه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو إعادة الجملة مرتين وثلاثة وأكثر بحسب حال المستمع وأهمية الكلام الذي يقال، حكمة منه صلى الله عليه وسلم وبلاغة. وكما قيل: لكل مقام مقال. ولا يخفى أن المراد من ذلك هو كمال الفهم ودقة الاستيعاب وأمانة التبليغ والاطمئنان على الأمة فيما وصل إليها من الله. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا جميع بن عمر ابن عبد الرحمن العجلي قال: حدثنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، أي هو المستغرق في التفكير في صنع الله، لا كسل ولا ركون في حياته، فكان يعيش في عظمة الله وقدرته وجلاله، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختتمه بسم الله تعالى، في البداية بسم الله وفي النهاية يحمد الله، ويتكلم بجوامع الكلم،
أي بالكلمات القليلة الجامعة لمعان كثيرة على حد القول خير الكلام ما قل ودل. كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، أي وسط عدل بين الإفراط والتفريط، لا زيادة فيه ولا نقصان. ليس بالجافي ولا بالمهين، أي لا يبدو في كلامه جفاء لأحد ولا إهانة لمخلوق، فهو ليس بغليظ الطبع السيء الخلق، فعظيم كلامه من عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم. يعظم النعمة وإن دقت، أي لا يستصغر شيئا من نعم الله، ولا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، أي لا يشغل نفسه بمدح المأكول أو المشروب، فذلك يشعر بالحرص والشرة، ولا تغضبه الدنيا وما كان لها، لعلمه صلى الله عليه وسلم أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فهو لا يبالي بها لسرعة فنائها وكثرة عنائها. فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، فهو صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا لله ولأجل إحقاق الحق وانتصاره، ولا يمنعه في ذلك مانع، ولا يقف في طريقه شيء من الدنيا مهما كان، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، بل يقابل ذلك بالحلم والصبر والعفو، عملا بقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إذا أشار أشار بكفه كلها، فلا يشير بأصابعه، شأن أهل الكبر والرياء. وإذا تعجب قلبها، أي جعل باطنها إلى أعلى، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، بمعنى أن حديثه يقارن تحريك يده لقصد الإفهام. وإذا غضب أعرض وأشاح، أي أعرض إعراضا شديدا. وإذا فرح غض طرفه، أي إذا فرح من شيء غض بصره ولا ينظر إليه نظر شره وحرص على الدنيا، جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام، أي يضحك ضحكا حسنا كاشفا عن سن مثل حب الغمام، وهو البرد لأنه يشبه اللؤلؤ. وفيه إشارة إلى شكل أسنانه صلى الله عليه وسلم. وخير ما قيل في فضل هذا الحديث الشريف، ينبغي للإنسان ألا يكون خاملا غافلا، لا يهمه إلا الأكل والشبع واللهو واللعب، فإن ذلك معطل للنعمة التي أنعم الله بها عليه وميزه بها عن البهائم، ألا وهي نعمة العقل. بل ينبغي أن يكون دائم التفكر فيما يصلح الحال والمآل، وهذا التفكر على درجات. أولها أن يعنى بشؤون نفسه ومن يلي أمرهم من أهل وغيرهم، وثانيهما أن يفكر في عمل الخير والابتعاد عن الشر مع التمسك بالحلال والبعد عن الحرام ليكون الجزاء حسنا. ثالثها وهو أرقاها وأجلها وأشرفها، وهو أن يتفكر في مصنوعات الله وكيف خلق الله تعالى هذا العالم وصوره وأبدعه وخلق له مقوماته وكيف يقسم الرزق على العباد وغير ذلك، مما يبعث في نفسه صدق العقيدة ويقويها لديه، فيكون بذلك قوة عاملة مفكرة، لا أن يكون قوة معطلة مهملة. ومنها ألا يكون الإنسان مكثرا من الكلام في غير حاجة، وألا يتدخل فيما لا يعنيه، وألا يكون غليظ الطبع جافية بل يكون رقيقة، فإن ذلك أدعى إلى محبة الناس له، ومحبة الناس من محبة الله تعالى. ومن الرقة في الأخلاق ألا يحقر أو يهين أحدا، وما أحسن ما أخبر به أنس رضي الله عنه، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي على شيء فعلته لما فعلته،
وما قال لي على شيء لم أفعله لما لم تفعله، وما قال لي أف قط. ومنها أن يكون راضيا بما يقسمه الله له من النعمة، وأن يشكره عليها، وأن يعرف قدرها، وإن قل فإن القليل من الجليل جليل. ومنها ألا يجعل طبعه أن يذم نوعا من الأكل أو يمدحه، فإن ذلك علامة النهمة والشرة. ومنها ألا تهمه الدنيا فلا يأخذ زخرفها الزائل ولا نعيمها الفاني، بل يعمل لما هو خير منها وما له صفة الدوام والبقاء. ومنها ألا يكثر الإنسان من الضحك بصوت عال، وهو ما يسمى بالقهقهة، فإن ذلك مميت للقلب مقلل للشعور بالواجب، بل يكون ضحكه التبسم، وهو تحريك الشفتين بغير صوت، فإن ذلك لا تأثير له على العقل. ومنها ألا يتمادى ويبالغ ويسترسل في غضبه ولا في فرحه، بل يحكم نفسه في كل منها لأنها عوارض زائلة. ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقة مقبلة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.